رواية 1984 تأليف جورج أورويل ترجمة الحارث النبهان الفصل الأول خمسة كان صف المنتظرين يتحرك بطيئا في قاعة الطعام المنخفضة السقف تحت سطح الأرض، وكانت القاعة شديدة الازدحام وفيها ضجيج يصم الآذان وعلى الشباك المعدني فوق طاولة توزيع الطعام كانت رائحة حمضية لاذعة ترافق أبخرة الطعام المسلوقة المتصاعدة لكنها ما كانت لتطغى على رائحة جن النصر كان في الناحية القصية من القاعة ثقب صغير في الجدار بحيث يستطيع المرء شراء قذاح من ذلك الجن بعشرة سنتات صاح صوت من خلف وينستون هذا هو الرجل الذي أبحث عنه. التفت وينستون فوجد صديقه القديم سايم، الموظف في قسم الدراسات. لعل كلمة صديق ليست بالكلمة الملائمة هنا. لم يكن للمرء أصدقاء في تلك الأيام، بل هم رفاق فحسب. على أن من بين هؤلاء الرفاق أشخاص تكون رفقتهم أرحم من رفقة غيرهم. كان سايم لغويا متخصصا في اللغه الجديده وقد كان حقا واحدا من فريق كبير من الخبراء العاكفين على اعداد الطبعه الحاديه عشره من قاموس اللغه الجديده وكان مخلوقا ضئيل الجسم اصغر حجما من وينستون كان اسود الشعر وله عينان واسعتان جاحظتان فيهما شيء من الحزن والسخريه معا كان المرء يشعر بأن هاتين العينين تتفحصان وجهه عندما يتحدث صاحبهما معه. قال سايم: كنت أريد أن أسألك إن كان لديك شفرة حلاقة. قال وينستون بعجالة يخالطها إحساس بالذنب: ليس عندي أي واحدة منها. لقد بحثت عنها في كل مكان، لكن لم أعد أستطيع العثور عليها. كان الجميع يسأل عن شفرة الحلاقة دائماً، وفي الحقيقة كانت لدى وينستون شفرتان لم يستعملهما حتى الآن، إلا أنه يدخرهما لوقت الحاجة. ثمة نقص شديد في الشفرات منذ عدة أشهر، فعلى الدوام تتوقف متاجر الحزب عن تزويد الناس بسلعة ما من تلك السلع الضرورية، فمرة الأزرار مرة خيطان الصوف المستعملة لرتق الملابس. أو شرائط ربط الأحذية، وأما الآن فالسلعة المفقودة هي الشفرات الحلاقة التي لا يستطيع المرء أن يظفر بشيء منها إلا بالبحث عنها على نحو شبه سري في السوق السوداء. تابع وينستون كاذبا: إنني أستعمل الشفرة نفسها منذ ستة أسابيع. تحرك الصف مرة أخرى إلى الأمام، وعندما توقف استدار وينستون إلى سايم من جديد. تناول كل منهما صينية من كومة الصينيات المعدنية على الطاولة. كانت سطوح الصينيات متسخة بشيء لزج يشبه الشحم. بادره سايم: "هل ذهبت لرؤية شرق السجناء أمس؟" قال وينستون بقدر من عدم الاكتراث: "كنت أعمل، سوف أشاهدهم على الشاشة على الأرجح." أجابه سايم: "هذا لا يغني عن الذهاب إطلاقاً. كانت عيناه تحدقان ساخرتين في وجه وينستون الذي شعر بأنهما تقولان له أعرفك وأرى ما في داخلتك أعرف جيدا سبب عدم ذهابك لمشاهدة سنق الشجناء كان سايم شديد الولاء لإيديولوجية الحزب على المستوى الفكري وكان المرء يراه يتحدث مبتهجا شامتا إلى حد كريه عن الغازات التي شنها الطوافات على قرى الأعداء وعن محاكمات مجرم الفكر واعترافاتهم وكذلك عن الاعدامات التي تجري داخل زنزانات وزاره المحبه اما ان اراد المرء ان يتحدث معه فان الامر متوقف على مدى قدرته على تحويل الحديث الى موضوع اخر حتى يبعده عن هذه الامور وحتى يستدرجه ان امكنه ذلك الى الحديث عن الجوانب الجماليه في اللغه الجديده التي كان سايم بارعا فيها حقا وكان يحبها اشاح وينستون بوجهه جانبا حتى يتحاشى تلك النظره المدققه في عيني سايم السوداوين المتسعتين تابع سايم قائلا كان الشرق جيدا لكنني اظن بانهم يفسدونه عندما يربطون قدمي المشنوق معا أحب أن أراهم يرفسون بأقدامهم لكن لحظة الإثارة هي اللحظة التي تأتي في النهاية عندما يتدلى اللسان مزرقا إلى الخارج تلك هي اللحظة التي تعجبني صاح عامل يلبس مريلة بيضاء حاملا مغرفته بيده التالي من فضله وضع كل من وينستون وسايم تحت شبك التوزيع فصب العامل لكل منهما الوجبة التي يحددها النظام قسعة من أكلة مسلوقة لها لون رمادي قرمزي، وقطعة من الخبز، ومكعب من الجبن، وفنجان من قهوة النصر من غير حليب، وقطعة واحدة من السكر. وقال سايم: "ثمة طاولة شاغرة تحت الشاشة لنأخذ قدحين من الجن ونذهب إليها". كانوا يقدمون الجن في أقداح من الصيني، ليس لها مقابض. شق الرجلان طريقهما عبر القاعة المزدحمة ثم وضع الصينيتين على الطاولة ذات السطح المعدني كانت على إحدى زوايا الطاولة برك صغيرة من حزاء تركه البعض بدت تلك البقع كأنها طعام تقيأه شخص ما أمسك وينسون بقدح الجن توقف هنيهة حتى يستجمع قواه ثم ابتلع تلك المادة الزيتية الطعم جرعة واحدة احس بالجوع فجأة عندما نفرت الدموع من عينيه فراح يلتهم الحساء الذي كانت فيه اشياء لزجة تشبه مكعبات وردية اللون هلامية القوام لعلها كانت مصنوعة من اللحم انهى كل منهما طعامه من غير ان يتفوه بكلمة واحدة كان شخص إلى الطاولة الموجودة إلى يسار وينستون وراء ظهره قليلا يتحدث حديثا سريعا متواصلا ويوقوق مثل بط يخترق صوتها ضجيج القاعة كلها. سأل وينستون رافعا صوته ليطغى على ضجيج المكان إلى أين وصل عملك في المعجم؟ قال سيم: أتقدم لكن بطيئا إنني في فصل النعوت الآن عمل جذاب. أضاء وجه سام عند ذكر اللغة الجديدة أصاح قصعته جانبا وتناول بيده قطعة الخبز وباليد الأخرى قطعة الجبن انحنى برأسه فوق الطاولة حتى يتمكن من الكلام بصوت خفيف، قال ستكون الطبعة الحادية عشرة طبعة نهائية نحن نضع اللغة في صيغتها النهائية في شكلها الذي لن يجري الحديث بغيره بعد ذلك وعندما ينتهي عملنا، فسوف يضطر الآخرون من أمثالك أنت أن يتعلموا اللغة من جديد. لعلك تظن أن اختراع كلمات جديدة هو عملنا الرئيسي. لا أبدا، نحن لا نقوم بهذا أبدا. نحن نحطم الكلمات. يجرى تدمير عشرات الكلمات بل مئات الكلمات كل يوم. إننا نسلخ اللغة حتى عظامها. لن تضم الطبعة الحادية عشرة كلمة واحدة يحتمل أن يتوقف استخدامها قبل عام 2050 راح يقدم الخبز ويبتلعه بنهم ثم وصل حديثه متحدقا بعض الشيء وقد طغت الحيوية على وجه الذاكن النحيل وزالت نظرة السخرية من عينيه فحلت محلها سكينة حالمة أضاف بعد شيء من التفكير إن تدمير الكلمات أمر جميل وطبيعي أن تكون نسبة التدمير أكبر في الأفعال والصفات إلا أن ثمة أسماء كثيرة يمكن التخلص منها أيضا فضلا عن الأضداد والمترادفات ما مبرر وجود كلمات لا تعد أن تكون نقيضا لكلمة أخرى ألا تحمل كل كلمة نقيضها في ذاتها؟ فلنأخذ كلمة جيد على سبيل المثال إذا كانت لدينا هذه الكلمة فما حاجتنا إلى كلمة سيء إن غير جيد تفي بالمعنى تماما بل لعلها أفضل لأنها تحمل المعنى المضاد بالضبط بينما لا تحمله الكلمة الأخرى على نحو مكتمل إلى هذا الحد وإذا أردنا تعبيرا أقوى من كلمة جيد فما فائدة أن تكون لدينا هذه المتوالية كلها من كلمات غامضة لا نفع فيها من قبيل ممتاز ورائع وهكذا دواليك ألا تفي كلمة جيد جدا بالمراد أو يمكن أن تكون جيد جدا جدا، إذا أردنا معنى أقوى، نحن نستخدم هذه الصياغة بالتأكيد، وأما في الطبعة النهائية من قاموس اللغة الجديدة فلن تكون موجودة أبدا. سوف يكون فهمنا للجودة والسوء محكوما تماما بست كلمات فحسب في نهاية الأمر، بل بكلمة واحدة في واقع الأمر. ألا ترى هذا رائعا يا وينستون؟ إنها فكرة من أفكار الأخ الأكبر في الأصل بدأ شيء من الحماسة المفتعلة على وجه وينستون عندما جاء ذكر الأخ الأكبر لكن سايم استطاع من فوره أن يلمس شيئا من الفتور في هذه الحماسة أردف قائلا وقد بدا الأسف على وجهه الظاهر أنك لا تدرك ما كانت اللغة الجديدة يا وينستون بل إن اللغة القديمة تظل مسيطرة على تفكيرك حتى عندما تكتب باللغة الجديدة. إنني أقرأ الفقرات التي تكتبها من حين لآخر في صحيفة التايمز. صحيح أنها جيدة بعض الشيء، لكنها تظل شبيهة بالترجمة رغم ذلك. أنت ميال في داخلك إلى استخدام اللغة القديمة رغم كل ما فيها من غموض والتباس ومعان فرعية لا فائدة منها. أنت لا تدرك جمال تدمير الكلمات هل تعرف أن اللغة الجديدة هي اللغة الوحيدة في العالم كله التي يتناقص عدد مفرداتها كل عام؟ بالتأكيد كان وينستون يعرف هذا لكنه ابتسم ولم يعلق بشيء لقد خاف أن يخونه لسانه وكان يأمل في شيء من التعاطف من جانب سايم أخذ سايم قضمة جديدة من خبزته الصمراء فابتلعها سريعا وتابع يقول ألا تدرك أن الهدف النهائي من اللغة الجديدة هو الحد من آفاق التفكير بحيث تصبح جريمة الفكر شيئا مستحيل الوقوع من الناحية النظرية في آخر الأمر لن يجد المرء كلمات تمكنه من أن يرتكب هذه الجريمة سوف يجري التعبير عن كل مفهوم يحتاج إليه الناس بكلمة واحدة لها معنى محدد واضح لا يقبل تأويلا، وأما المعاني الفرعية فسوف تطمس إلى أن ينساها الناس. لن نكون بعيدين عن ذلك الهدف في الطبعة الحادية عشر، لكن هذه العملية متواصلة على هذا النحو، وستظل متواصلة حتى بعد أن نختفي أنا وأنت من هذا العالم. سوف تتناقص الكلمات عاما بعد عام، مثلما يتناقص الوعي والإدراك شيئا بعد شيء. بل إن جريمة الفكر ما عادت تجد سببا أو عذرا يبرر اقترافها حتى في وقتنا هذا صار الأمر متعلقا بالانضباط الذاتي وصار نوعا من الضبط يفرضه المرء على واقعه لكن لن تكون ثمة حاجة حتى إلى هذا الضبط في آخر المطاف ستبلغ الثورة ماذاها عندما تكتمل اللغة ويتم إتقانها إنشتانج هي اللغة الجديدة واللغة الجديدة هي إشتانج قال هذه الكلمات متشنياً تماماً النشوة ثم أضاف الخطر في بالك أن أحداً لن يبقى على وجه الأرض مع حلول عام 2050 على أبعد تقدير يستطيع أن يفهم حديثاً كحديثنا هذا قال وينستون معلقاً لكن دعنا نستثني قال هذه الكلمات متردداً ثم لم يكملها لقد كان موشكاً على القول دعنا نستني عامة الناس لكنه امسك نفسه عندما احس ان هذه الملاحظه يمكن ان تفهم على نحو ما على انها نقص في الولاء لديه لكن سايم ادرك ما كان وينستون موشكا على قوله قال من غير اهتمام ان ابناء العوام ليسوا من البشر واما عندما ياتي عام 2050 او قبل ذلك فسوف تكون معرفه الناس الحقيقيين باللغه القديمه قد انتهت وسيكون التراث الادبي القديم قد بد كله وأما أعمال تشوسر وشاكسبير وميلتون وبايرون فلن تكون موجودة إلا عبر ترجماتها في اللغة الجديدة ولن يقتصر التغيير الذي يصيبها على جعلها مختلفة عما كانت عليه فحسب بل سوف تتحول إلى نقيض ما ألفه الناس فيها بل إن أدبيات الحزب نفسه سوف تتغير وستغير شعاراته أيضا فكيف يمكن أن يتبنى الحزب شعارًا يقول الحرية هي العبودية، في حين يكون مفهوم الحرية نفسها قد جرى تدميره؟ سوف يتغير الجو الفكري كله، والحقيقة هي أنه لن يكون ثمة تفكير على النحو الذي نعرفه الآن. إن الولاء يعني انعدام التفكير، بل يعني انعدام الحاجة إلى التفكير أيضًا. الولاء هو عدم الوعي. خطر في بال وينستون على نحو مفاجئ. بل كان مقتنعا تماما ان سايم سوف تتم تصفيته ذات يوم، انه لامع الذكاء وهو صاحب بصيره نافذه وكلام صريح، ولا يناسب الحزب ان يوجد اشخاص من هذا النوع، سيختفي ذات يوم من الوجود، هذا ما رآه مكتوبا على وجهه. انتهى وينستون من تناول ما لديه من خبز وجبن، ثم اعتدل في جلسته على كرسيه ليشرب قهوته. كان صاحب الصوت الصاخب إلى الطاولة الواقعة إلى اليسار مستمرًا في كلامه من غير توقف. وكانت إلى جواره فتاة شابة تولي وينستون ظهرها لعلها سكرتيرته كانت تصغي إلى كلامه ويظهر عليها أنها موافقة على كل ما يقول. ومن حين لآخر كان وينستون يفلح في سماع بعض العبارات التي تقولها الفتاة من قبيل أظن أنك على حق تمامًا. اتفق معك بالكامل كانت تقول هذه العبارات بصوت انثوي سخيف لكنه حيوي واما الصوت الاخر فما كان يكف عن الكلام لحظه واحده حتى عندما تكلمه الفتاه ان وينستون يعرف هذا الرجل لكن معرفته به لا تعدو معرفه انه يحتل موقعا مهما في دائره الاثاره كان الرجل في نحو الثلاثين من العمر له رقبة قوية العضلات وفم متسع دائم الحركة، وكان يميل برأسه إلى الخلف قليلاً عندما يتكلم. كان جالساً في موضع يجعل نظارته تعكسان الضوء صوب وينستون الذي كان يرى عينيه وكأنهما عدستان. لكن ما أزعج وينستون حقاً هو أن تمييز كلمة واحدة من سيل الكلمات المندفعة من فم ذلك الرجل كان شبه مستحيل. تمكن وينستون مرة واحدة من التقاط عبارة إبادة جولدشتاين إبادة تامة نهائية. وقد قيلت هذه العبارة على نحو بالغ السرعة لكن بقية الكلام كانت وقوقه وضجيجا لا أكثر. صحيح أن المرء كان عاجزا عن تمييز ما يقوله ذلك الرجل لكن طبيعته العامة ما كانت موضع شك أبدا. لعله كان يهاجم جولدشتاين مطالبا بتدابير أكثر شدة في حق مجرم الفكر والمخربين أو لعله كان يندد بما يرتكبه جيش أوراسيا من فضائع أو لعله يمتدح الأخ الأكبر أو الجنود المقاتلين الأبطال على جبهة مالابار لا فرق بين هذه الأمور كلها فمهما يكون موضوع الحديث يستطيع المرء ان يكون متيقنا من ان كل كلمه يقولها ذلك الرجل تنبع من ولائه الخالص لمبادئ الحزب القويمه جلس وينستون يراقب ذلك الوجه الخالي من العينين بفكيه المتحركين صعودا وهبوطا فداهمه شعور غريب بان ما يراه ليس انسانا حقيقيا بل نوع من الدميه لم يكن عقله هو الذي ينطق بل حنجرته فقط ولم يكن ما يقوله كلامًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل هو كلمات معزولة وضجيج صادر عن حالة من حالات اللاوعي، ضجيج يشبه وقوقه البطة. صمت سايم برهة وراح يلتقط بملعقته تلك البقايا في طبق الحساء، وأما الصوت القادم من الطاولة الأخرى فتابع وقوقته السريعة المرتفعة التي كانت سهلًا على وينستون سماعها. رغم كل ما في قاعة الطعام من صخب قال وينستون: ثمة كلمة في اللغة الجديدة لعلك تعرفها، إنها يوقوق أي يصدر صوتا مثل البطة. إنها كلمة من تلك الكلمات المدهشة التي تحمل معنيين متضادين، إذا وصفت بها خصما فأنت تسبه، وإذا وصفت بها من تتفق معه فأنت تمتدحه. وخطر في بال وينستون أن سايم سوف تجري تصفيته جاءت تلك الفكرة فشعر بالحزن رغم معرفته أن سايم يحتقره بل يكرهه بعض الشيء ورغم معرفته أنه قادر على الوشاية به بتهمة جريمة الفكر إذا ما وجد سببا يدعو إلى ذلك لقد كانت لدى سايم خصال سيئة ما كانت لديه سمة الحذر والتحفظ بل كان مفتقرا أيضا إلى شيء من ذلك الغباء الذي يحفظ حياة صاحبه على أنه كان شخصا صادق الولاء حقا لقد كان مؤمنا بمبادئ إيشتانج وكان يجل الأخ الأكبر أيما إجلال ويهتف للانتصارات ويمقت من انشق عن الحزب بحماسة شديدة لا بإخلاص عادي فحسب وكان صايم حريصا على معرفة آخر المعلومات التي لم يكن أعضاء الحزب العاديين يلتفتون إليها لكن سمعته كانت موضع شكوك كثيرة لأنه كان يقول أشياء يستحسن ألا تقال ولأنه قرأ كتبا كثيرة جدا وكذلك لأنه كان من رواد مقهى شجرة الكستناء ملتقى الرسامين والموسيقيين لم يكن ثمة قانون يحضر ارتياد هذا المقهى لا قانون مكتوب ولا غير مكتوب لكنه رغم ذلك كان مكانا ليس من المناسب أن يذهب المرء إليه لقد كان مكان التقاء قادة الحزب القدامى الذين جرى تشويه ماضيهم قبل أن تتم تصفيتهم في آخر المطاف بل كان يقال أيضا إن جولدشتاين نفسه كان يذهب إلى ذلك المقهى منذ بضع سنين أو بضعة عقود لم يكن التنبؤ بمصير سايم أمرا عسيرا لكن سايم نفسه لم يكن ليتردد لحظة واحدة عن الوشاية بوينستون إلى شرطة الفكر إن هو عرف أي شيء عن طبيعة الآراء التي يضمرها في نفسه هذا ما سيفعله أي شخص آخر في موضعه لكن سايم كان أكثر حماسة للحزب من غيره والحماسة وحدها غير كافية فالولاء المطلق يعني انعدام الوعي نظر سايم ثم قال ها هو بارسونز قادما إلينا كانت نبرة صوته توحي بأنه يريد أن يقول الأحمق بارسونز كان بارسونز يشق طريقه صوبهما عبر قاعة الطعام إنه جار وينستون في مبنى النصر كان رجلا بدينا مربوع القامة أشقر الشعر وجهه كوجه الضفدع صحيح أن الشحوم قد تكاثرت في رقبته ووسطه إلا أنه لا يزال نشيطا كثير الحركة كأنه فتى كانت هيئته كلها توحي بفتى صغير نما وكبر سريعا ولم يكن في وسع المرء ان يرى فيه رغم زي العمل العادي الذي يرتديه الا صبيا من اعضاء اتحاد الجواسيس بسرواله الازرق وقميصه الرمادي وربطه عنقه الحمراء وكان المرء يرى فيه دائما صوره ركبتين ظاهرتين من السروال القصير وكمين يتدلى منهما ساعدان قصيران سمينان كان بارسونز يرتدي سرواله القصير دائما كلما خرج في نزهة من تلك النزهات الجماعية أو كلما مارس نشاطا بدنيا يمكن أن يبرر ارتداء السروال القصير تقدم صوبهما وحيهما فرحا ثم جلس إلى الطاولة وفاحت منه رائحة عرق كثيفة وظهرت على وجهه الأحمر الذاكن قطرات من العرق كان في وسع المرء ان يعرف ان بارسونز كان يلعب كره الطاوله في المركز الاجتماعي بمجرد ان يمسك يد المضرب التي صارت رتبه لفرط تعرقه اخرج سايم من جيبه ورقه فيها قائمه طويله من الكلمات التي كان يدققها وكان يحمل قلمه بين اصبعيه غمز بارسونز بعينيه وقال لونستونز معلقا انظر اليه يدرس حتى في وقت الغداء ما هذا الحرص ماذا لديك أيها الصبي العجوز؟ هل هو شيء لا أستطيع فهمه؟ هذا ما أظنه ثم قال لونسونس من جديد أو تدري لماذا ألاحقك أيها الصبي العجوز؟ لقد نسيت أن تعطيني التبرع أجابه وينستون متسائلا التبرع لأي شيء قالها وهو يتحسس ما في جيبه من مال يجب اقتطاع ربع الراتب لدفع تلك التبرعات التي لا يستطيع المرء حصر عددها أجاب بارسونز إنه تبرع من أجل أسبوع الكراهية لعلك سمعت بصندوق البيوت أنا أمين الصندوق في بناياتنا ونحن نبذل جهدا كبيرا لجمع المال حتى نقيم عرضا ضخما يجب أن تعرف أنني لن أكون أنا المخطئ إذا لم نستطع إظهار مبانينا بالمظهر اللائق وإذا لم نعلق عليها أكبر عدد من الأعلام في الشارع كله أعطني دولارين من فضلك وضع وينستون يده في جيبه فأخرج دولارين مجعدين متسخين سجل بارسونز التبرع في دفتر صغير يكتب عليه بخط منمق يشبه خط من لا يحسنون الكتابة كثيرا أضاف بارسونز صحيح أيها الصبي العجوز علمت أن ابن المشاغب قد أصابك أمس بمقلاعه الصغير لقد وبخته وعاقبته بسبب ذلك وأكدت له أنني سوف أصادر المقلعة إذا فعلها من جديد. قال وينستون: أظنه كان منزعجا لأنه لم يذهب لمشاهدة الشنق. أجاب بارسونز: نعم صحيح، لكن ولدي يظهران من خلال ذلك ما يتمتعان به من روح عالية، أليس كذلك؟ هذان الصغيران الشقيان إنهما مندفعان كثيرا، لا يشغل بالهما إلا الحرب والجواسيس. هل تعرف ما فعلته ابنتي الصغيرة يوم السبت الماضي عندما ذهبت في رحلة مع فريقها على طريق بيركهامستد لقد تركت المجموعة بصحبة فتاتين صغيرتين وانفقنا فترة الظهيرة كلها في تعقب شخص غريب لقد اختفينا اثره ساعتين عبر الغابة كلها وعندما وصلنا الى قرية أميرتشن قمنا بتسليمه لاحدى الدوريات هناك ساله وينستون مدهوشا لكن ما الذي جعلهن يفعلن ذلك؟ تبع بارسونز كلامه منتشيا معتزا لقد أدركت ابنتي أنه واحد من عملاء الأعداء لعل طائرة طوافة أنزلته هناك وما يثير الانتباه أيها الصبي العجوز هو السبب الذي جعلها تشك فيه منذ البداية لقد لاحظت أن لديه نوعا غريبا من الأحذية لم ترى أحدا يلبس حذاء مثل حذائه من قبل وهكذا ظنت أنه أجنبي ملاحظة ذكية من طفلة في السابعة من عمرها أليس كذلك؟ قال وينستون وماذا حدث لذلك الرجل؟ لا أعرف ذلك على وجه الدقة لكنني لن أتعجب أبدا إذا أكمل بارسون جملته عن طريق الإشارة إذا رفع أصابعه على شكل مسدس ثم فرقع بلسانه مقلدا صوت إطلاق النار لا بأس علق وينستون بهذه الكلمه لكنه لم يرفع نظره عن الورقه التي بين يديه ثم لم يلبث ان اضاف كمن يشعر بان من واجبه ان يقول ذلك لا يمكننا الدخول في اي مخاطره بكل تاكيد قال بارسونز نحن في حاله حرب صدر صوت بوق من الشاشة التي فوق رؤوسهم كما لو كان تأكيدًا لوجود حالة الحرب، لكنه لم يكن إعلانًا عن نصر عسكري هذه المرة بل مجرد بيان صادر عن وزارة الوفرة. هتف صوت شبابي متحمس: "انتبهوا أيها الرفاق، وردتنا أنباء رائعة من أجلكم. لقد إنتصرنا في معركة الإنتاج، تبين تقارير الإنتاج التي تم إنجازها لكافة السلع الإستهلاكية أن مستوى المعيشة قد ارتفع بنسبة 20% على الأقل مقارنة مع العام الماضي. لقد عمت البلاد كلها مسيرات عفوية عارمة هذا الصباح. خرج العمال من مصانعهم ومن اماكن عملهم ومضوا في الشوارع حاملين الاعلام هاتفين بحياه الاخ الاكبر مظهرين شكرهم وامتنانهم له على هذه الحياه الجديده السعيده التي وهبتهم اياه قيادته الحكيمه واليكم بعضا من هذه الارقام المواد الغذائيه كانت عباره الحياه الجديده السعيده من العبارات التي يسمعها المرء كثيرا الى حد صارت معه من العباره المفضله لدى وزاره الوفره جلس بارسونز مصغيا بعد ان شد صوت البوخ انتباهه ظهرت على وجهه تعابير توحي بدهشه جديه وسام مرتفع لم يكن قادرا على متابعه تلك الارقام لكنه كان يعرف انها مرضيه أخرج من جيبه غليونا وسخا ضخما كان محشوا بالتبغ المتفحم حتى منتصفه لقد صار من الصعب أن يملأ المرء غليونه حتى حافته بعد أن جرى خفض حصة الفرد من التبغ إلى 100 جرام في الأسبوع الواحد وأما وينستون فكان يدخن سيجارة النصر ويمسكها حادرا في وضعية أفقية حتى لا يتناثر التبغ منها لن يبدا توزيع الحصه الجديده من السجائر الا صباح اليوم التالي ولم يعد لديه الا اربع سجائر الان وفي تلك اللحظه سد وينستون اذنيه عن الضجيج الاتي من القاعه وراح يرهف سمعه ليسمع ما تديعه الشاشه عن المسيرات التي تشكر الاخ الاكبر على زياده حصه الشوكولاته الى عشرين غراما في الاسبوع قال في نفسه كيف ذلك لم يمضي الا يوم واحد على نبئي خفضها الى 20 جراما في الاسبوع هل يمكن ان يكون الناس قد نسوا ذلك وابتلعوه في 24 ساعه فقط نعم لقد تناسوا ذلك لقد تناسى بارسونز هذا الكذب بسهوله ابتلعه بغباء حيوان واما المخلوق الذي بلا عينين الجالس الى الطاوله الاخرى فقد ابتلع الخبر بحماسه وتعصب ورغبه شديده في معرفه كل ما تحدثه نفسه بان يذكر الناس بان الحصه كانت ثلاثين غراما في الاسبوع الماضي حتى يشي به لتتم تصفيته وحتى الصايم نفسه ابتلع الامر ايضا لكن على نحو أكثر تعقيدا أو على نحو فيه شيء من التفكير المزدوج. هل أنا الشخص الوحيد الذي لا يزال محتفظا بذاكرته؟ تابعت الشاشة إذاعة الإحصاءات الوهمية فمقارنة مع إحصاءات العام الماضي كان ثمة زيادة في الأغذية والملابس والبيوت والآثاث وأواني المطبخ والمحروقات والسفن والطائرات والكتب وفي المواليد الجدد أيضا. ازداد كل شيء ما عدا المرض والجريمة والجنون سنة بعد سنة ودقيقة بعد دقيقة كان كل شيء وكل إنسان يتحسن بسرعة متزايدة أمسك وينستون ملعقته مثل ما فعل سايم قبل قليل وغمسها في الحساء ذي اللون الأصفر ثم حملها إلى فمه فرسم خطا طويلا من الحساء على الطاولة راح ينظر مستاء إلى الحياة التي يحياها تساءل في ذاته هل كانت الحياه هكذا دائما هل كان مذاق الطعام رديئا على الدوام مثلما هو الان نظر من حوله فوجد قاعه الطعام مزدحمه منخفضه السقف وسخت جدرانها اثار ايدي واجسام لا تحصى وملاتها طاولات ومقاعد معدنيه محطمه صفت متراسقه بحيث تتصادم مرافق الجالسين خلال تناول الطعام ورأى ملاعق معوجة وصوان منبعجة وأباريق بيضا في حالة مزرية كان ملمس كل آنية كل سطح لزجا بسبب الزيوت والشحوم وكانت الأوساخ تملأ الشقوق كلها وفاحت من القاعة كلها رائحة حامضة ناتجة عن الجن والقهوة الرديئين والثياب المتسخة كانت أصوات احتجاج دائمة تنبعث من معدة ما... من المرء ومن تحت جلده وكان يشعر بأنه محروم من شيء يحق له أن يحصل عليه لا يذكر وينستون أن الحالة كانت مختلفة عن هذا كثيرا في أي وقت من الأوقات هذا صحيح ما كان يذكر على نحو واضح إلا أن النقص في الطعام كان موجودا دائما لم تكن لديه جوارب أو ملابس داخلية غير مرتوقة لم يكن لأثاث إلا عتيقا محطما على الدوام لم تكن الغرف إلا من غير تدفئة ما كانت قطارات الأنفاق إلا مزدحمة. لم تكن البيوت إلا متداعية موشكة على السقوط. صار الخبر أسود اللون، وصار توفر الشاي نادرا، وصار طعم القهوة عفنا. وصارت السجائر غير كافية لا شيء متوفرا رخيص الثمن إلا الجن المصنع كيماويا فإذا كانت الأحوال تنحدر من سيء إلى أسوأ كلما تقدم في السن فهل هناك أي دليل يشير إلى أن الأمر لم يكن كذلك دائما ألا يتألم قلب الإنسان بسبب هذه المنغصات كلها شتاءات طويلة وجوارب قادرة ومصاعد معطلة وماء بارد وصابون راذي وسجائر متفتتة وطعام سيء غريب المذاق، فهل يمكن أن ينزعج المرء من هذه الأحوال التي لا تطاق إن لم يكن لديه في ذاكرته ما يقول له إن الأمر كان مختلفا عما هو الآن؟ نظر في صالة الطعام من حوله فأحس أن كل من حوله كانوا قبيحي الشكل، وأحس أن قبحهم هذا لن يزول حتى إذا خلعوا زي العمل الأزرق المألوف وارتدوا ملابس أخرى. كان شخص غريب الشكل ضئيل الجسم يشبه الخنفساء جالسا بمفرده الى طاوله في الناحيه القصيه من الصاله كان يشرب فنجانا من القهوه ويلقي نظارات مرتابه هنا وهناك من عينيه الصغيرتين فكر وينستون لو كان النموذج الجسدي الذي وضعه الحزب هو النموذج المثالي حقا حيث يكون الشباب فتيانا يافعين مفتول العضلات وحيث تكون الفتيات العذاره شقراوات الشعر مكتنزات الصدور مسمرات بفعل الشمس مفعمات بالنشاط ومتحررات من القلق لكن اكثر الناس في واقع الامر وبقدر ما يستطيع وينستون ان يرى كانوا قبيح الشكل ضئيل الاجسام صمر البشره بل ان الغريب حقا هو كيف يتمكن ذلك النمط الذي يشبه الخنفساء من الوصول الى الوزارات لا يرى المرء في الوزارة إلا رجالا قصار القامة سمانا في وقت مبكر جدا من أعمالهم، ولهم سيقان قصيرة، وحركات زاحفة سريعة، ووجوه منتفخة، وعيون بالغة الصغر. هذا هو النمط الذي يزدهر أيما ازدهار في ظل هيمنة الحزب. صدح صوت بوق آخر يعلن اختتام بيان وزارة الوفرة، وأتت بعده موسيقى خفيفة، أما بارسونز الذي أثارته ضخامة الإنجازات وحركت حماسته الفاترة فأخرج غليونه من فمه وقال هزا رأسه هزة العارف بالأمور لابد أن وزارة الوفرة قد أنجزت إنجازات كبرى في هذه السنة وبالمناسبة هل لديك شفرات حلاقة لتعطيني واحدة منها أيها الصبي العجوز؟ أجابه وينستون ليس عندي ولا واحدة إنني أستعمل الشفرة نفسها منذ ستة أسابيع أنا آسف. عاد من جديد صوت الرجل الموقوق الآتي من الطاولة المجاورة بعد أن توقف برهةً خلال إذاعة بيان الوزارة. وجد وينستون نفسه يفكر في السيدة بارسونز بشعرها الملفوف وبالغبار الذي يملأ تغضنات وجهها، وقال في نفسه: إن أطفالها سوف يؤشون بها لدى شرطة الفكر خلال عامين لا أكثر. وقال في نفسه إن أطفالها سوف يشون بها لدى شرطة الفكر خلال عامين لا أكثر، وبعد ذلك ستتم تصفيتها كما ستتم تصفية سايمز ووينستون وأوبراين، أما باسونز فلن يصيبه شيء من هذا أبدا، كما أن هذا المخلوق الذي بلا عينين، المخلوق صاحب الصوت الموقوق، فلن تتم تصفيته هو أيضا. ولن تتم تصفية هؤلاء الرجال القصار الذين يشبهون الخنافيس ويتحركون في الممرات المتوية في الوزارات، ولا تلك الفتاة ذات الشعر الأسود التي تعمل في دائرة الإثارة. لن تتم تصفيتها أيضًا. أحس بأنه يعرف بالفطرة من سيبقى ومن سيزول على الرغم من أن التكهن بمن سيكتب له البقاء لم يكن أمرًا سهلًا على الإطلاق. في تلك اللحظة، ايقظته هزه عنيفه من هذه التاملات التفتت الفتاه الجالسه الى الطاوله المجاوره نصف التفاته فنظرت اليه كانت هي نفسها تلك الفتاه ذات الشعر الاسود كانت تنظر اليه بطرف عينها لكنها كانت تنظر بتركيز يثير الاستغراب وكانت تشيح بنظرها عنه كلما تلاقت انظارهما عند ذلك احس وينستون بالعرق ينساب على ظهره وسرت في جسده نوبة فزع شديد، صحيح أن نوبة الفزع تلاشت سريعا، لكنها تركت خلفها شعورا بالانزعاج، راح يسأل نفسه ما الذي يجعلها تراقبه؟ ولماذا تتبعه في كل مكان؟ لم يكن قادرا لسوء الحظ أن يتذكر إن كانت جالسة على هذا المقعد قبل أن يأتي، أو أنها قد جاءت بعده، لكنها يوم أمس كانت جالسة خلفه مباشرة خلال دقيقتي الكراهية من غير أن يكون ثمة سبب واضح يدعوها إلى الجلوس في ذلك المكان. من المحتمل جدا أن يكون هدفها الحقيقي هو الإصغاء إليه والتأكد من أنه يهتف بصوت مرتفع حقا. عاد إلى سابق أفكاره عن الفتاة. لعلها ليست عضوا في شرطة الفكر. إذا فمن المؤكد أنها من الجواسيس. انهم الاكثر خطرا لم يكن يعرف كم مضى من الوقت وهي تنظر اليه لعلها خمس دقائق او اكثر بل لعل ملامح وجهه هي التي فضحت امره خطير جدا ان يترك المرء افكاره على هواها حين يكون في مكان عام او حين يكون ضمن مدى الشاشه فمن الممكن ان تؤدي اتفه الاشياء بصاحبها حتى لو كانت مجرد حركة عصبية أو نظرة لا إرادية توحي بالتوتر أو صوت نحنحة ألف المرء إطلاقها أو أي شيء يمكن أن يشي بضعف الولاء، بل إن ظهور أي تعبير غير مناسب على الوجه، الشك أو الارتياب مثلا عندما يسمع المرء خبر انتصار من الانتصارات. يكون مخالفة تستلزم العقاب، لقد اخترعوا اسما لهذه المخالفة في اللغة الجديدة جريمة الوجه. أدارت الفتاة ظهرها من جديد، لعلها لا تترصده، ولعل جلوسها خلفه أو بالقرب منه خلال اليومين الماضيين كان مصادفة لا أكثر. انطفأت السيجارة فوضعها على حافة الطاولة بكل حرص. لعله يعود إلى تدخين ما بقي منها بعد انتهاء العمل، هذا إذا لم يتناطر التبغ منها، قد يكون ذلك الجالس إلى الطاولة المجاورة واحدًا من جواسيس شرطة الفكر، ولعله سيجد نفسه قبل أقل من ثلاثة أيام في إحدى زنزانات وزارة المحبة، لكن من غير الجائز أن يذهب ما بقي من السجارة هدرًا. طوى قائمته الورقية. ووضعها في جيبه أما بارسونز فعاد إلى الكلام من جديد قال بارسونز مبتسما وهو ممسك بغليونه هل أخبرتك من قبل أيها الصبي العجوز ما فعله الصغيران الشقيان حين أشعل النار في تنورة بائعة عجوز في السوق لأنهما شاهداها تلف قطعا من النقانق بصورة الأخ الأكبر لقد جاءوها من الخلف تسللا فاشعلوا النار من تنورتها بعود ثقاب اظن ان التنوره قد تضررت كثيرا جراء ذلك كم هما شقيان وما اشد حماستهما لا شك ان التدريب التمهيدي الذي يقدمونه لهم في اتحاد الجواسيس هذه الايام افضل مما كنا نتلقاه في ايامنا اتعرف ماذا اعطوهم مؤخرا إنها سماعات للأذن على شكل بوق يتنصتون بها عبر ثقوب المفاتيح. جلبت ابنتي الصغيرة واحدة منها أمس، وقد جربتها على باب غرفة الجلوس فوجدت أنها تتيح السمع الواضح أكثر بمرتين مما يتيحه استراق السمع عندما يضع المرء أذنه على ثقب المفتاح. صحيح أنها لعبة لا أكثر، لكن ألا ترى أن هذه اللعبة ستوحي لهم بالأفكار المناسبة؟ في تلك اللحظة انبعث صفير مرتفع من الشاشة معلنا أن وقت العودة إلى العمل قد حان. نهض الرجلان الثلاثة وانطلقوا يشقون طريقهم في زحام الزاحفين بحثا عن مصعد غير معطل. أما التبغ الذي كان باقيا في سيجارة وينستون فتناثرت على الأرض.